مشاهدي الاو تي في، صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حوار اليوم. ضيفنا في هذه الحلقه الاستاذ ابراهيم عوض، المشرف على موقع الانتشار. استاذ ابراهيم، صباح الخير واهلا صباحي، وسهلا فيك، وكل عام وانت بخير. انت بخير، انعاد عليك بالعافيه يا رب. اهلا وسهلا. يعني طبيعي الموضوع الذي يفرض نفسه اليوم هو يعني الوضع، ما بعرف شو بتحب تسميه، المتأزم المتفجر الذي يمهد لشيء ما بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي، وتحديدا حركه امل و ايضا حزب الله. نعم. ولكن بدايه، في الموضوع اللي استجد بالساعات الاخيره في ضوء خطاب الامين العام لحزب الله وما اورده بالنسبه الى السعوديه، ومن ثم بيان الرئيس ميقاتي، واليوم رد النائب حسن فضل الله، ومن شوي كان في موقف لرئيس الجمهوريه. لماذا يعني هذا الاصرار على الحديث بموضوع السعوديه الذي يثير هذه الحساسيات وله تداعيات على الساحه اللبنانيه معروفه؟ استاذ جهد، حضرتك مشكور، عيتني بالسنة الجديدة كمان، يعني مع الأسف أنه طلع علينا السنة الجديدة كمان ويأتينا مزيد من الأزمات، مزيد من المشاكل، مزيد من التدهور على كل الأصعدة. يعني مع الأسف يعني أنه نبلش سنتنا بهالشيء هذا، ولكن ما حصل قد حصل. هلأ بالنسبة للسعودية، كلام سيد حسن عن السعودية ما جديد استاذ جاد، يعني سبق وتناوله أكثر من مرة، مش جديد. يعني طبعا هلأ جديد بالجو شو اسمه السوداوي الذي يسود العلاقة بيننا وبين المملكة العربية السعودية، رغم كل الجهود التي تبذلها الحكومة وخصوصا الرئيس نجيب ميقاتي ومعه الرئيس الفرنسي ماكرون، يعني يلي ما أدى إلى شيء على الإطلاق. هناك من إلا هالاتصال الشهير، الاتصال الشهير بعد شو؟ بعد استقالة الوزير إرداحي، الصديق جورج إرداحي، على تصريح قاله قبل ما يصير وزير. هلا أنا عندي شغلة يعني مع الأسف مضطر إني أكررها أستاذ جاد، باعتباري ذكرت الوزير جورج إرداحي وإنه اللي كان هو يومتها اعتبر عند البعض أنه هو أساس تدهور أو مزيد من التدهور في العلاقة مع المملكة العربية السعودية. أنا كان عندي رد بهالموضوع هذا، كنت أقول أنه أيهما أقصى علينا نحن، كلام إعلامي تناول المملكة العربية السعودية، أم أسر وإذلال وإجبار رئيس حكومتنا على الاستقالة؟ أيهما أقصى بالنسبة لنا مفروض يكون، هيدا ولا هيدا؟ يعني حتى تخلص تقول انه كمان المملكة العربية السعودية تاخذنا بحلمنا شوي، يعني تاخذنا بحلمها شوي المملكة العربية السعودية. نحن يومتها استجد كما تذكر لا بعثنا سفير ولا كحشنا سفير ولا تبادلنا ما بعرف شكله الى ما هنالك، عالجنا الموضوع بالتي هي احسن. وانا بتذكر، معلش عم نكرر الكلام، انه استدعانا رئيس الجمهورية ك مجلس وطن الإعلام ومؤسسات إعلامية وحكى كلام لم يتناول فيه السعودية بشكل مباشر، كل ما قال أنه نحن عندنا رئيس معتقل في المملكة العربية السعودية وحنعمل كل جهد. هذه وقت أزمة وقت رئيس الحريري بالتشرين الثاني 2017، أنه نحن ما تدعينا سفرة وما يعني طلبنا وقف العلاقة أو ما بعرف شو، عالجناها بالتي هي أحسن، فهي أسرت رئيس حكومتنا، فتاخذنا بحلمنا شوي المملكة العربية السعودية. ما بدنا نحن أبدا يصير في علاقة متدهورة بيننا وبين المملكة. نحن بنعرف أن المملكة لطالما كانت خير معين ومساعد للبنان. ما ننسى أنه الطائف انعقد على أرض المملكة العربية السعودية، وكل الأمور الأخرى والمساعدات والوقفات هي كانت المملكة العربية السعودية. هذا الشيء نحن ما بننساه، بس كمان هي تقدنا بحلمنا شوي، بس هذا ما حبيت أقوله استاذ. هلا يمكن اليوم قبل ما أرجع لك لموضوع موقف السيد نصر الله، اليوم البيان اللي صدر عن رئاسة الجمهورية، قبل ما نفوت على الاستوديو بكم دقيقة، يعني أعرب رئيس الجمهورية عن تمسكه بموقف لبنان الرسمي الذي عبر عنه مجددا في رسالته الأخيرة إلى اللبنانيين لجهة الحرص على علاقات لبنان العربية والدولية، لا سيما منها دول الخليج العربي وفي مقدمها المملكة العربية السعودية. بس أضاف ولفت إلى أن هذا الحرص يجب أن يكون متبادلاً لأنه من مصلحة لبنان والدول الخليجية على حد سواء. مزبوط، يعني متبادل شو معناته متبادل؟ يعني كمان احنا حريصين يكونوا حريصين مالبين على المملكة العربية السعودية. يعني أن تتفهم أنه نحن في لبنان في عنا وضع خاص وعنا مكون اسمه حزب الله، ما هيك حبيبي؟
يلي عنده صار قاعدة شعبية واسعة، أنا أعتقد ليس في لبنان فحسب بس بل خارج لبنان أيضا. هلأ أنت معه ومش معه هيدي قضية تانية، بعدين بده بيطلبوا منا أنه نحن نعزل حزب الله، وساعة بدهم أنا نقبح حزب الله، هذا شيء مستحيل نقدر نعمله نحن، ولا يمكن أبدا أنه نعمله، لأنه حنفوت بفتنة إلى أول ما في ما إلى آخر. الشيء لازم تعرفه من المملكة العربية السعودية، نحن ما قادرين على هالقضية هيدي. وهذا حزب الله مثل ما حكينا مكون شيعي عنده قاعدة شعبية، تم بالانتخابات نجح، إذا ماني غلطان استاجات صحح لي أنه أكثر نائب أخذ أصوات هو النائب محمد رعد يلي هو رئيس كتلة الوفاء للمقاومة. لذلك بدها تراعي المملكة هذا الوضع. هلأ طبعا أنه والله الوضع المتأزم باليمن أكيد داخل بالحسابات هيدي، ولكن هذا وضعنا، هذا ما فينا نحن نخرج منه. بس هي الإشكالية أستاذ إبراهيم وين؟ أنه البعض يقول أنه لازم كمان حزب الله يأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان وعلاقات لبنان العربية والخارجية والوضع الاقتصادي المتدهور والمعيشة، يعني بالآخر كمان أنه رئيس الجمهورية واضح شو موقفه بالنسبة له الموضوع وعبر عنه بوضوح برسالته الأخيرة، وحتى حليف حزب الله تيار الوطن الحر ما أنه الوزير باسيل حكي بهالموضوع بكل وضوح. نعم. أنه نحن يعني بهمنا البعد اللبناني والبعد الخارجي هداك يحتمل نقاش، يعني موقفنا يعني موضوع تاني هداك. بقى بتجي بيجي هذا الموقف امبارح بهذا الشكل، كيف تفسره؟ نعم اكيد حضرتك عم تقول انه هذا استمرار لشيء كان موجود قبل، يعني ما انه شيء جديد. اكيد اكيد انه عم تحكي انه حزب الله كمان يراعي، مش هيك حضرتك عم تقول لي؟ طيب على راسي، ولكن حزب الله ما عاد قضيه لبنانيه بحت، صار قضيه دوليه وقضيه عربيه اكثر. يعني شايف انت ال شو اسمه الهجمة اللي صار على حزب الله، مش بس من قبل المملكة العربية السعودية، عندك الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا. يعني هلا ما في شك انه على حزب الله انه يصير في مراعاة، ولكن كمان حزب الله عنده حساباته الخاصة. انا ماني جاي يدافع لا عن هذا ولا عن هذا، بس انا عم بحكي الواقع اللي انا شايفها. حزب الله عنده حسابات اخرى، هو مثلا على سبيل المثال بيحكوك انه ما كان لازم يتدخل بسوريا، هو عنده وجهة نظر بتقول أنا لو ما دخلت بسوريا كان داعش موجود بزوني. يعني هذا الكلام اسمعناه يا أستاذ جلال، صح ولا لا؟ طيب إذا وكلاتنا بنذكر أنه بالفعل نحن داعش صار بعرسال وحيقرب أكثر وأكثر، يعني ونعمل معركة فجر الجرود والجيش اللبناني دخل، يعني كمان نحن بوضع كان يتطلب تدخل ما للجم هالقضية أو لوقف هذه القضية، تدخل حزب الله. طيب هون شو بنقول نحن؟ هون السؤال هو التالي، بس لو هون تدخل... استاذ ابراهيم الكل عم بيقوله، حتى اذا بقى عم نحكي لان تحديدا بموضوع التيار الوطني الحر، انه بموضوع العدو الاسرائيلي والارهاب التكفيري ما في خلاف، يعني هون عم تحكينا عن موضوع سوريا. عزيز بس حتى هي المشكله بكل شيء ابعد من هيك. طيب يعني انت وين قاصد؟ قاصد اليمن؟ اليمن وغير اليمن كل شيء ثاني ممكن يكون موجود. خلينا يعني تحديدا نحكي على اليمن. حزب الله من فتره إذا ماني غلطان كمان انحكى أنه حطوا شريط ما بعرف شكله يبين ويدلل على وجود حزب الله في 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 اليمن، مطار صنعاء إذا أنا ماني غلطان. صح، اللواء المالكي. إيه، وطبعا وتبين تبين كما يعني كمان قال حزب الله وغير حزب الله، يعني الناس اللي هي بعيدين عن حزب الله أنه هذا الفيلم هن اعتبروا أنه منه صحيح، أنه منه صحيح منه سليم. هلا صار أو ما صار، ما في شك لازم حزب الله يكون اخذ شيء من المراعاة بالنسبه لوضع اللبناني، نحن ما عم نقول لا على الاطلاق، بس يمكن عنده حساباته وعنده ظروفه حكى فيها اكثر من مره الثاجد. في ناس بتتفهمها في ناس ما بتتفهمها، بس انا متمني شيء مثلا على سبيل المثال، انا بسمع من حزب الله انه انا ماني متدخل باليمن، انا ماني متدخل باليمن، انا في ناس بتصدق وفي ناس ما بتصدق. نعم. والدليل انه اخر شريط اللي انعرض في كثير ناس ما صدقوا، حتى اللي هن ما بيحبوه لحزب الله، بس ما فات براسهم يعني عشريت. على كل حال القضية صارت أبعد من هيك، سواء في تدخل أو ما في تدخل، صار في كلام بالمباشر بين حزب الله على لسان السيد حسن نصر الله موجه إلى المملكة العربية السعودية، مش هيك بدنا نحكي؟ والمملكة العربية السعودية كمان مش عم تأثر بحزب الله. يعني في كلام هون للرئيس، شو بيقول لك حبيبي؟ قصة المتبادل، يعني حرص متبادل بين لبنان ودول، يعني مثل ما أنتوا بدنا نحرص عليكم أنتوا حرصوا علينا، نحن بدنا نحرص عليكم وانتم تحرصوا علينا كمان. شوفوا يعني كمان شوفوا الوضع اللبناني، وضع اللبناني طبعا مش وضع يعني مثل بقية الدول، نحن عندنا
عندنا يعني عندنا مشهد خاص في لبنان، عندنا وضع خاص في لبنان، عندنا تركيبة خاصة في لبنان، بدها تراعينا المملكة العربية السعودية. وأعتقد أن المملكة العربية السعودية أكثر من يعرف في لبنان، أكثر من أي دولة أخرى تعرف في لبنان، لأنه لطالما كانت منخرطة في الوضع اللبناني منذ الحرب وقبل الحرب وما بعد الحرب، حتى فينا تحديدا يعني أكثر وأكثر أيام السنسين. تذكر السنسين يا أخي جاد؟ على كل حال هلا عم نحكي عن سنسين جديد، على تنشوف شو بده يصير فيه. ما هون اتخذنا يعني للسؤال الثاني كان بدي اسالك اياه، انه هذا الموضوع اخرته وين؟ يعني كيف بده يخلص؟ لان عم تقول انه صار حزب الله قضيه يعني اقليميه ودوليه اكثر مما هو قضيه لبنانيه، مش هيك؟ اكيد اكيد اوكي. أكيد يعني أكيد الحل لما يعتبر أكيد اشكالا هو حل اقليمي ودولي. اكيد اكيد. هلا كيف هالحل ممكن يتبلور؟ يعني اذا صار في تقارب إيراني سعودي أكيد بده ينعكس إيجابا علينا أكيد يعني. ولطالما كان يقولوا أنه نحن محكومين من قبل إيران، ما هيك يا أخي جاد؟ وإيران مسيطرة على لبنان وإيران كذا كذا. طيب هالشي اللي بنحكى أنه إيران مسيطرة على لبنان ومحكومين من قبل إيران نحن، طيب ما بيزعل الفريق المعني بذلك؟ يعني السعودية بدها تقول أنه نحن إيران وما إيران وبعد شو جماعة السعودية وحلفاء السعودية وأصدقاء السعودية، انه لبنان مسيطر عليه ايران، وايران هي الكلمه ما بعرف شو الى ما هنالك، وولايه الفقيه الى ما هنالك. واذا حدا رد على السعوديه يا ويلتاه. طيب كمان انت ما ترد ونحن ما نرد. نرجع على كلام رئيس الجمهوريه، الحرص المتبادل يا اخي جد. اثنين بده يراعوا اثنين يا استاذ، اثنين بدنا نراعي بعضنا نحن. نعم. اذا بدنا نحكي بالبعد اللبناني لهالازمه نعم. كلها سوا، خلينا نبلش بالحكومه. يبدو اليوم انه لا افق لعودة اجتماعات مجلس الوزراء، يعني البلد باق حتى إشعار آخر بلا سلطة تنفيذية فعلة. صحيح صحيح. وآخر المعطيات أن لا حكومة في الوقت الحاضر، لا جلسات مجلس وزراء في الوقت الحاضر. نرجع شوي صغيرة على آخر جلسة لمجلس الوزراء. نعم. يلي وقتها طرح قضية القاضي بيطار بمداخلة من قبل الوزير المرتضى. المرتضى هلأ بيروي لي هو الوزير المرتضى، هو يروي لي الوزير المرتضى أنه مداخلته أثنى، أنا أنقل ما رواه لي أخي الكريم، أثنى عليها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وغالبية الوزراء. ثم تقريبا تم الاتفاق على أن يتولى وزير العدل إيجاد حل ومخرج بالتفاهم مع مجلس القضاء الأعلى. ماشي لهلا. نعم. بيقول للوزير مرتضى صار شيء من خارج المجلس، يعني من خارج مجلس الوزراء، حدا طلع ورقه فاتت، يعني شيء كما قال لي. انا برجع بقول لك انه كلام بدل الامور كلياتها، صار في رجع اعتراض على ما تم التفاهم عليه. لما شاف رئيس الجمهوريه انه الوضع حيرجع يتازم اكثر رفع الجلسه، وما زلنا نحن بقضية شو اسمه من وقت رفع الجلسة ما زالت هذه الجلسة مرفوعة حتى يومنا هذا، لأن هذا الحل اللي كان مطلوب ما تم حتى هذه الساعة بنظر اللي هن مطالبين. طيب بس أستاذ إبراهيم، إذا هذا الحل اللي كان يلي بعدهم عم بيطالبوا فيه، نعم، لا يبدو لحديت هلأ أنه في يعني أفق لإله. نعم. الحل لموضوع القاضي طارق البيطار يلي عم يعتبروه أنه صار أزمة. نعم. هذا الحل مش موجود. الدولار لامس أو يمكن تخطى 30,000 ليرة اليوم. أكيد هيدا من الناحية المعيشية وكل تداعيات هذا الموضوع السياسي. نعم. أكيد بده يتخطى وكل تداعيات هذا الموضوع. من ناحية الله. من ناحية تانية الانتخابات النيابية اللي قربت وفي أمور مطلوبة من مجلس الوزراء، بيرجع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومئة ألف شغلة يعني مطلوب قرار فيها من السلطة التنفيذية. نعم. وبعدين في بعد مذهب للموضوع بلش يبين كمان. نعم. أنه آخر شيء هذا أليس استهدافا للموقع السني الأول في البلاد؟ لك أخي شاد، مين أكثر برأيك أنت المتضررين تحديدا بقصة عدم انعقاد مجلس الوزراء؟ يعني المتضرر الأساسي هو رئيس مجلس الوزراء اللي هو قال وأكثر إنسان. وأنا هون يعني برجع بكل صراحة بقول لك، أنا بدي حي الرئيس نجيب ميقاتي على صموده، لأنه في أكثر من مرة أو أكثر من محطة صار في شيء أنه حيستقيل الرئيس ميقاتي، بدءا من قصة المازوت الإيراني، بعدين القصة المزود قبل تشكيل الحكومة وتقيل انه سيعتذر. عم بحكي انا يعني انه بعدين دل صامد الرئيس ميقاتي، وحتى الان شايف الجو
المتأزم جدا اللي حصل امبارح كمان يؤدي إلى كربجة الحكومة أكثر وأكثر، الوضع الحكومي. فأكثر واحد متضرر هو متضرر كرئيس حكومة، طبعا معه رئيس الجمهورية وكل اللبنانيين متضررين. هلا نحن قاعدين عم نحكي على المتضرر وعلى الاجتماع، والعالم مثل ما تفضلت عم تحكي ب 30,000 29,000 إلى ما هنالك، ولا حسيب ولا رقيب. وفي شغلة بسيطة هيك باعتبار بس لأني أنا ابن بس لأني من طرابلس، نحن من طرابلس وعندنا معلش أستاذ جاد تسمح لي يعني تفضل. أنا من طرابلس، نحن عندنا رئيس حكومي وعندنا وزير داخلية، ما هيك؟ ما قادرين يعملوا عدادات للمولدات، بينما في مناطق أخرى مثل المنصورية كما سمعت وغير المناطق في عدادات. نحن رافضين أصحاب على عم بعطي على سبيل المثال، عندنا وزير داخلية وعندنا رئيس حكومة، بعدين يخيب تحس انه في غياب كامل لاي سلطه في 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 طرابلس. متروكي هالمدينه هيك لله تعالى يعني لا قدره. بس هيك حبيت يعني احكي شيء لهالقضيه، يعني شيء غريب يعني. نعم، كنت سالتك عن البعد، ما بدي احكي مذهبيا لا بعرف، بس انه شيء بالتركيبه الميثاقيه موقع هلأ. رئيسه الحكومه يعني نوع غير، مش عم نحكي الشعب كله متضرر اكيد والوضع الاقتصادي والمعيشه الى اخره، بس ميثاقيا في مشكله يعني. يعني في احد ابعاد المشهد اللبناني شبه مغيب بسبب هذه السياسه وتعطيل مجلس الوزراء. اكيد ما في شك اخي جاد، انت بتعرف انه نحن كل لبنان يعني متطيف اذا بدنا نستعمل نعم. هالكلمه هيدي الطائفيه متجذره ومتعششه. كنت هلا انا اقول عفوا يعني دائما بقول كنت اقول كانوا يحكوني مثلا بالانتخابات، يمكن حنحكي شوي عليها بعد هلا، بس بدنا نشير انه حوالي الساعه 12 رح تنضم لنا الوزيره السابقه ندى بستاني لانه رح نسالها شوي عن بعض الاتهامات التي سيقت امس بموضوع الكهرباء وعملت بيان هي صح، هلا رح نسالها عنه اكثر. نعم، عزيز علي انا ست ندى والله كمان. على كل حال تعرف يعني المفروض الانسان يرد، بتلقى الاتهام مفروض يرد يعني شيء طبيعي يعني. فكنا عم نحكي انه الطائفيه متجذره ومتغلغله فينا، وكلمه حق انا كنت عملت في لندن بمجلة المجلة ثم في الشرق الأوسط، قعدت لي شي 15 سنة ثم عدت بال 1994 إلى بيروت، وكنت أول زيارة عملتها لرئيس مجلس النواب عم بحكي إنه بدنا نفتح مكتب الشرق الأوسط هون، مثل ما عملت زيارتي لكل الرؤساء. أول كلمة سمعتها من الرئيس بري، وطبعا هنحكي فيما بعد أكثر، انه الطائفيه السياسيه، انا عم حكيك من 1994 والرئيس بري يطالب بالغاء الطائفيه السياسيه، نحن متجذره فينا. ولا الانتخابات يلي بيحكوك تغيير وما تغيير وما بعرف شو، يعني لا اظن انه هذا التغيير اللي في كثير عم متراقبينه حيحصل، اذا حصل سيكون يعني عدد قليل جدا من الوجوه الجديده سوف تدخل. هلا رح نفصل موضوع الانتخابات، بس هيك حبينا باعتبارك عم تحكي، لانه نعم نعم نحن يعني الطائفية معششة فينا، لبستنا لبس من فوق لتحت مع الأسف يعني. نعم، طيب انطلاقا من هذا الموضوع، هلا حكينا عن موقع رئاسة الحكومة، طيب القوة السياسية الأولى من الناحية التمثيلية لدى المكون السني في لبنان، تيار المستقبل، اليوم نهار بينقال راجع الرئيس الحريري، نهار بينقال تأجل، هلا آخر معلومة إنه خلال هالساعات المقبلة ممكن يرجع يعمل اجتماع لكتلة المستقبل ويحسم موضوع ترشيحه من عدمه، كل هذا المشهد كيف تشوفه حضرتك؟ يعني موضوع تيار المستقبل والانتخابات المقبلة. لك ما في شك ضروري جدا جدا أن يعود الرئيس سعد الحريري وأيضا أن يترشح للانتخابات حتى تدل الساحة السنية نوعا ما يعني إلى حضورها المعتبر. طبعا في شخصيات سنية لها مكانتها ولها وزنها أخي الكريم، ولكن تنكون صريحين، أبقى يعني تيار المستقبل أو الرئيس الحريري هو المتقدم على غيره في الساحة السنية، لذلك هذه الساحة السنية يجب أن يعود إليها الرئيس سعد الحريري وأتمنى ذلك. كانت لفت الإشارة اللي وجه له إياها الوزير جبران باسيل برسالته أنه نحن انتبهت بس رسالة إيجابية ولو من دون تسمية بس مفهومة، رسالة إيجابية ورسالة بمحلة، بس يا ريت هل طبعا نحكي أكيد بدك تسألني فيما بعد، يا ريت كان هل الحرص كان دل مستمر ما صار فيه هذا الفراق
أو هذا الطلاق بين رئيس سعد الحريري وبين رئيس تيار الوطن الحر. كنت أتمنى ذلك أنا أخي الكريم. بعد أشهر العسل الطرفين. بعد عم بحكي على الطرفين أنا ما عم بحكي على الطرفين. بعد أشهر العسل التي شهدناها معا كنا نتمنى أن تبقى هذه الأشهر سريعة المفعول حتى يومنا هذا. نعم. هالشيء اللي ما صار. على كل حال أوكي برأيك رح يرجع خير ما فعل خير ما فعل لك حتى يعني أنا باتصال يمكن من حوالي شي شهر مع الشيخ أحمد الحريري. هلأ الشيخ أحمد الحريري ما استبعد عودة الرئيس الحريري ولا استبعد إعادة ترشيحه ودخوله المعترك الانتخابي، بس كمان ربط المسألة بالمسألة المالية كمان. ما ننسى أنه بحديثه معك؟ بحديث خاص يعني مش اوكي مش للنشر بس عم تعطينا اوساط متابعه الحديث شو قلت لك باعتبار هيك يعني كمان مرتبطه القصه بامور ماليه بعتقد انا يعني اكثر ما هي كمان قضيه حسابات وبده يشوف الرئيس سعد الحريري مثل ما تفضل بده يجي بده يحكي بده يشاور بس شو مصدر هالاخبار كلها اللي بتطلع انه سيعزف عن الترشيح وراح يحل تيار في خبريه طلعت انه راح يحل تيار المستقبل وهيدي الامور اكيد تبعته انا يعني ما بتفوت بالعقل هيدي القصه مستحيل تيار المستقبل ما فيك تحله حتى لو حله سعيد الحريري طبعا هالشيء مش حيصير ما بينحل تيار المستقبل تيار المستقبل موجود هون وهنا وهنالك ما بعتقد هالشيء موجود كمان متجذر تيار المستقبل في الحياة السياسية اللبنانية هذه ما مسألة تنحل بالعكس بده يشوف كيف إعادة ضبط تيار المستقبل أكثر نفس جديد لتيار المستقبل تفسيري الشخصي نفس جديد لتيار المستقبل بالنسبة للشق المالي أنا بعتقد أنه محبي تيار المستقبل من المقتدرين والميسورين لن يدعوا تيار المستقبل إذا قصة مالية إذا القصة قصة مالية فقط إذا وإذا مش مالية بده يشوف في حساباته السياسية الرئيس سعد الحريري مثل ما ملاحظ أخي جاد أنت بتعرف كلاتنا بنعرف أنه من الله يرحمه الشيخ رفيق الحريري ثم سعد الحريري الراعي الأكبر كان المملكة العربية السعودية وأنا أنت مثل ما قلت لك كنت بالشرق الأوسط كنت ألتقي حتى بما فيهم الأمير سلمان حين كان أميرا للرياض قبل أن يصبح ملك نعم. كان يقول ابننا سعد الحريري كان يقول ابننا سعد الحريري هذه الكلمة ما عاد يقولوها بالوقت الحاضر صار لهم سنتين وأكثر شوي ما عاد يقولوا ابننا سعد الحريري وأنا سئلت مرة عن القضية هذه وقلت أنه ما عاد السعودية تعتبر أنه سعد الحريري هو ابن المملكة العربية السعودية من هون في ايضا بالموازات نعم في بالموازات كمان مواقف لافته من الداخل يعني مثلا امبارح الرئيس نبيه بري بيقول انه عدم بما معناه انه عدم مشاركه الرئيس الحريري ستغير في الخريطه البرلمانيه والى اخره نعم. ينسب الى النائب السابق وليد جنبلاط انه هو اذا الرئيس الحريري مش مشارك يمكن ما يشارك والى اخره البعض خلاصه يعني البعض نعم. عم بيقول انه هذا كله عم بيمهد لطرح يعني عدم اجراء الانتخابات وتمديد ولاية المجلس النيابي ولو لحد هاللحظة لا أحد يقر بهذا الشيء ما فينا ما نجري انتخابات العين الدولية علينا ما فينا ما نجري انتخابات المجتمع الدولي صبحا مساء بالشهيق وبالسفير الانتخابات ثم الانتخابات ثم الانتخابات ما فينا ما نعمل الانتخابات حتى الرئيس نبيه بري قال باعتبارك ذكرت الرئيس نبيه بري انه عدم اجراء الانتخابات كارثي ما هيك ما هلا الكل عم بيقولوا حتى انه تم توقيع مرسوم دعوه الهيئه الناخبه وصار في موعد يعني انا بعتقد بس الانتخابات قائمه حتى يومنا هذا يعني اذا قلت لي اليوم في انتخابات بقول لك ايه في انتخابات هلا شو بيصير لا قدر الله حدث جلل لا قدر الله عم بحكي انا اختيار كبير ما بتعرف شو بيصير ولكن الانتخابات قائمه ولا يمكن الا ان تجرى هذه الانتخابات بالنسبة للمجتمع الدولي نعم. هاي استطرادا انه اذا كان هدف المجتمع الدولي انه نتيجة الانتخابات الا تصب في مصلحة حزب الله نعم. مش هذا هو توجه المجتمع الدولي أكيد. اليوم هو هيك عنده رأيه اليوم مثل ما هيك شايف المشهد نعم. بمرورا بمختلف الساحات اللبنانية سنيا ومسيحيا والى اخره اخر شيء هل ستصب الانتخابات بعكس مصلحة حزب الله يعني اليوم اذا تيار المستقبل هذا وضعه لحد هاللحظة بالانتخابات النيابية نعم. كيف واحد كيف بيكون المجتمع الدولي بده يواجه حزب الله ممتاز سؤال بمكانه طيب خلينا نبلش واحدة واحدة نعم خلينا نقول حزب الله نفسه هل حزب الله نفسه بالانتخابات سيكسب نفس الشيء اللي كان كاسبه اذا بدي اقول لك هالمره حيكسب اكثر
لانه يلي تردد بتعرف نعم. في, في في كمان كنت عم تحكي لي حضرتك عن الشعور المذهبي, انا بضيف له هون كمان الشعور الوطني والمقاومه لما هنالك, يلي متردد كان بده يعطي لحزب الله. انا عم بحكي خاصه من اخواننا في الطائفه الشيعيه نعم. الكريم بالنسبه لحزب الله, حزب الله سوف يعني النتائج حزب الله ستكون نتائج افضل من النتائج السابقه الا بتكون نفسها هي ذاتها. عم بحكي على يعني بترجح انه تعطي الامور مفعول عكسي, استهداف حزب الله يعطي انتخابيا مفعول عكسي في بيئته وفي طائفته وفي قاعدته نعم. مفعول عكسي, وسيكون لحزب الله يعني الاعداد او بالاحرى النواب هن نفسهم بعتقد اذا ما في زياده شويه كمان بالنسبه لحزب الله نعم. هلا بدك تقول لي انت طيب الساحات الاخرى, الساحات الاخرى نيجي اكثر شيء, خليني هيك اجي اكثر شيء على اللي عاملين التفاهم ما نعم. هيك اللي كان في هذا الحلف امبارحه بعد ما حكي للوزير جبران باسيل انه انا حريص على التفاهم, انا بدي التفاهم, قال انا بين الطيوني ومن مخايل وبين انا بختار مان مخايل بده تطوير ما هيك. جاوبوا سيد حسن انه نحن مع التفاهم كمان مستعدين لتطويره, يعني اللي قاله الوزير جبران باسيل يعني قصه التفاهم باقيه ثابتة برأيي بدها تطوير سوف يتم بحثها. يعني بقصد تقول انه يبدو هذا الحلف ولو انه اهتز بعض الشيء ولكنه لم يتهاوى يلي هو التيار الوطني الحر وحزب الله, ولا ممكن اذا صار في اعاده النظر بالتفاهم وبلشت الاجتماعات وكذا كمان يبقى على حاله بدأ بالنسبه للتحالف بينه وبين حزب الله تيار الوطني الحر وحزب نعم. الله. هذه كمان ممكن لانه مثل ما قلت لك ما صار في هذا البعد, يعني ما صار في هذا الفراق يا استاذ جد, صار في تفاهم ولقاء اثنين سوا في منتصف الطريق وهذا شيء مؤشر جيد. يعني هلا بالنسبه للجو العام خلينا نقول شغله انه جو السني, زي ما نحكي على الجو السني, جو السني اكيد في نقزه من حزب الله نعم. يعني انا بكون عم بضحك حالي اذا ما حكيت بكل صراحه كمان لا قبل لانه حكيت عن نعم. موضوع التفاهم يعني بالوسط المسيحي نعم. طبعا يعني الاطراف موجودين بعدهم, وحتى البعض بيقول انه النتيجه ما راح تتغير, البعض بيقول العكس, يعني عندك القوات اللبنانيه, عندك المجتمع ما يسمى المجتمع المدني, عندك اطراف جديده ممكن تنشا, يعني على الساحه المسيحيه في معركه مثل دائما. ما هو اكثر المعارك اللي حتصير هي على الساحه المسيحيه واعتقد على الساحه السنيه نعم. يعني اكثر المعارك اللي حتصير أوكي. حتى هذه اللحظه يعني, ولكن يعني رؤيتي الخاصة طبعا أنا ما عندي لا أرقام ولا تحليلات ولا سونداج استفتاءات, بعتقد أنه القوات اللبنانية كتير يعني عم يعني فيني أقول لك كتير عم يتوقع أنه يكون هو عنده هذا العدد الكبير يعني الأكثرية. أنا أعتقد أنه القوات اللبنانية سوف تخسر أكثر مما تربح, لأنه كمان الناس مثل ما بيقولوا كمان الناس شايفة قدامها شو صاير. ولما حكى الوزير جبران باسيل أنا بعتقد محق في كلامه هون, هلا حاجي أحكي كمان المع والضد استاذ جاد. لما حكى الوزير جبران باسيل أنه الدكتور جعجع ساعة بإسرائيل ساعة بأمريكا وهلا هو على البيرول, طبعا الناس كلها بتعرف هالشي هذا ما هيك, مش حكى هيك هيك قال الوزير باسيل نعم. ممتاز. ولكن كمان انا هون عتبي على الوزير وعتب المحب طبعا يا استاذ جاد, انه طالما انت بتعرفوا انه يوم هيك ويوم هيك ويوم هيك ليش بنعمل اتفاق مع راب بس حتى نقول انه والله كان في ازمه انتخابيه وكذا الى ما هنالك, ونحن عارفين انه اللي عم نعمل معه اتفاقيه كذا وكذا وكذا, ثم هذه الاتفاقيه لم تظبط يا استاذ جاد حضرتك شفت بس ما هي هلا ما بدي دافع انا او هاجم بس اكيد اكيد بس انا عم بحكي عم بحكي رايي بس بالمبدا الاتفاقات بتنعمل بين اطراف بيكونوا نعم. ملتقيين او بيكونوا مختلفين وبعدين بيلتقوا على نقاط معينه, بعدين اذا لا مع القوات بدهم يتفقوا التيار, ولا مع المستقبل, ولا مع حزب الله, ولا مع امل, ولا مع حدا, ولا مع الاشتراك. انا معك انا هؤلاء الناس انا معك موجودين يعني استجد. انا عم اقول هذا الكلام اللي سمعناه بالامس, يعني انا مثلا بدي اعمل اتفاق مع نعم مع زيد مع عمر, اذا عمر عنده هيك وهيك وهيك ما بتفق معه. انا هيك عم بحكي رايي الخاص, رايي انا الخاص يمكن يختلف عن رايي غيره. رايي الخاص ما بتفق معه, انا ما بعمل هذا الاتفاق الطويل العريض مع راب, بعمل اتفاق اني يمكن مشان قصه الانتخابات. عم بحكي رايي يا استاذ جاد يعني انا, بس طالما بحكي عنه هيك وهيك وهيك ما بتفق معه, ما بحط ايدي بايده, هذا كل القصه عم بحكيها.
هذه. نعم، خلينا ناخذ فاصل، من بعد رح تنضم لنا الوزيره ندى البستاني ونرجع نكمل بموضوع الانتخابات النيابيه تحديدا. نعم. بدنا نفصل فيه شوي اكثر واسئله اخرى. مشاهدينا فاصل وبنرجع لحلقتنا من حوار اليوم. عودة إلى حلقة حوار اليوم مع ضيفنا المشرف على موقع الانتشار الأستاذ إبراهيم عوض. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا استشهد. مثل ما قلنا أنه رح ننتقل بمداخلة مع وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني لحتى نسألها عن يعني مبارحة المؤتمر الصحافي للنائب علي حسن خليل، وتحديدا ما تطرق فيه خلاله إلى موضوع الكهرباء ووزارة الطاقة. 50 مليون والـ50 مليون. مع عليك صباح الخير وأهلا وسهلا. صباح الخير. يعني امبارح مؤتمر صحفي طويل نسبيا بنقاطه، ولكن المحور الاساسي فيه هو موضوع الكهرباء. خلينا نبلش معك من الجمله اللي قالها النائب علي حسن خليل، انه مزبوط نحن ما خليناكم، بس نحن ما خليناكم تسرقوا 50 مليون دولار. امبارح كان ردك من اكثر من نقطه، خلينا شوي نشوف، يعني لانه من موقع خبرتك كوزير الطاقه سابقه، كيف ما خلوكم تسرقوا 50 مليون دولار وغير ال 50 مليون دولار؟ لا جد كثير مهم الواحد وقت بده يطلع ويكذب كذبة كبيرة على المواطن اللبناني يكون عنده أدلة أو إثباتات ويتفضل يلاقينا. نحن مستعدين وين ما بده كيف ما بده نجيب مرافقتنا ونحكي بهالمواضيع. هلا اصلا امبارحه، بس لنلفت انه الطيار امبارحه دعى لهذا الشيء لمحاكمه علنيه. مظبوط. امبارحه هذا الشيء صار بختام نهار السجلات الطويل، بس خلينا نرجع لموضوع الكهرباء. مظبوط، بس هو بموضوع دار عمار بالذات جاد، يعني كيف الواحد بده يسرق تي في ا؟ هو يخبرنا كيف الواحد فيه يسرق تي في ا؟ نعم. هيدا اولا. والاهم نرجع نذكر انه معمل دار عمار انعملت مناقصته عبر قانون برنامج، يعني المصاري موجوده بوزاره الماليه. اجى استشاري عالمي عمل دفتر الشروط ووافق عليه بوقتها مدير الاستثمار لكل هالدفتر الشروط وللعقد يلي هو كان مدير الاستثمار استاذ غسان بيضون. رجع انعملت المناقصة بإدارة المناقصات، مناقصة دار عمار انعملت بإدارة المناقصات واجت النتيجة دون سي في آ. من بعدها بعث الوزير بسيل النتيجة على مجلس الوزراء، وكمان كان واضح قرار مجلس الوزراء انه الموافقة ودون سي في آ. من بعدها قرار ديوان المحاسبة كمان واضح وصريح انه النتيجة هيدا العقد دون سي في آ. تصدق العقد راح المتعهد تيدفع رسم الطابع المالي بوزارة المالية، كمان انحسب العقد دون سي في آ، يعني ومع سي في آ 50 مليون إضافة. طيب هول كله نجات وبلش العقد، فجأة منتفاجأ بيوقف وزير المالية بوقتها علي حسن خليل بيوقف هالعقد. وهون نحن بدنا نسأله إله وبدنا نحاكمه إله، لأنه بدنا نسأله بأي حق بيوقف عقد موافق عليه إدارة المناقصات ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء، وبعده لليوم ولا أدلة ولا إثبات حكي وكذب وافتراءات. كلف الدولة اللبنانية غرامات هلأ عم بيطالبوا فيها، هيدي الشركة عم بتطالب فيها بالأربيتريشن بالتحكيم فوق 150 مليون دولار. بقى نحن اللي لازم نحاكمه، وهو عم يفتخر انه هو وقفه للعقد. كثير منيح، ما زال هو عم يفتخر، بركي هو من مصرياته الخاصة بيدفع الغرامات، مش الدولة اللبنانية بتتكلف بهالغرامات. نعم.
وفي النقاط الاخرى غير موضوع معمل دائر اعمار كمان؟ هلا هو في كثير ملفات ثانيه جاد، انا حبيت بس ذكره بكل المخالفات اللي صارت هو وزير ماليه بموضوع الكهرباء بالذات. هلا اكيد بنرجع بنفتح ملف ورا ملف، بس هلا هو بالذات لدار عمار حبيت وضح جاد، غير انه اكيد برجع بقول في كثير ملفات ان كان محطات التخويف، ملف مؤذني خدمات التوضيح، التأخير كمان بدفعات للزوق وجية يلي كمان كلفت الدولة غرامات. في كثير يعني قدامي في ملفات كثيرة، وكمان أبرزهم التأخير بفتح الاعتمادات إذا بتتذكروا لبواخر الفيول. نعم. يعني كمان هولي كلهم مخالفات صارت عقيمة بوزارة المالية، وأكيد رح نرجع نفتح ملف ورا ملف. نعم، بس إذا بدنا نعمل هيك خلاصة بالآخر، إنه يعني حدا نائب يمثل فريق سياسي كبير وأساسي بالبلد يعمل مؤتمر صحافي، وحضرتكم يعني عم تقولوا هذا كل اللي قلتوه عنه وعن دوره ودور فريقه السياسي من خلال التعطيل، يعني شو على شو مستند تحت اللي يحكي الحكي اللي حكاه؟ يعني القصة السياسية بس يعني؟ على شو مستند؟ وين الأدلة؟ وين على شو؟ يعني واحد هين يطلع يحكي بالافتراءات، إن سنين نسمع هالاكاذيب. وبدي اقول لك كمان جد كثير مهم المواطن يعرف انه كل هالملفات انفتحت بالقضاء وتسكرت وقتها نحن قدمنا الادله، وقتها نحن هلا رافعين دعاوى عليهم كلهم على الاكاذيب والافتراءات تبعهم. نعم. على كل حال هذا الحديث يطول، بعرف انه صاروا اكثر من مره على مدى السنوات يعني موضحين هذه النقطه، بس نحن يعني هلا على الهواء بدنا ندعيك قريبا نتفق نحن وياك على حلقه مخصصه لهذا الموضوع، لانه في سؤال. في تفضل استاذ ابراهيم بده يسالك سؤال. تفضل. مرحبا ست ندى. مرحبا. في شغله بس لفتت لي نظري ببدايه حديثك، طبعا انا ما لا سمح الله مش عم بتهم حدا، بس قلتي شيء انه كيف يسرق تي في اي، فيك بس تشرحي لي تي في اي؟ انه في شيء بلبنان صار ما حد ما بدي اقوله طريقه ينسرق، ما بدي لو بتوضحي لنا اياها يعني. نعم معلش، كيف يسرق انه لا تي في اي ما شاء الله بلبنان عندنا صاروا خبراء بهالقصص كلها. ما انا هون سؤالي استاذ ابراهيم، انه بالنهايه اليوم التفقة اولا هي الماليه اللي بتقبضها، وهو الماليه اللي بحساباتها هي بترجع بتسندها. بس انه اليوم نحن هون سؤالي انه عم يتهمنا سارقين التفقة، صح؟ نعم صح. كيف نسرق التفقة؟ اوكي ماشي. وصلت الفكرة، هيدا كان السؤال. نعم. شكرا لك، أكيد مثل ما قلنا رح نبقى نتفق على موعد لحلقة مفصلة لنحكي بهذا الموضوع لولا المرة الألف، بس إنه لحتى نشرح كل التفاصيل. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. ميرسي. نرجع لك أستاذ إبراهيم. نعم أنا معك. يعني امبارح هلا انطلاقا من حديث الوزيرة بستاني، امبارح كان نهار سجال طويل بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، بلش بمؤتمر نائب علي حسن خليل وانتهى آخر شيء بتحدي قضائي أو تحدي إنه التيار قال إنه نحن روحوا على حيلا طريقة للتحقيق بالموضوع ونحن مستعدين، ورد النائب خليل وإلى آخره. هذا الموضوع كله بين التيار وحركة أمل كيف رح يخلص؟ خلاصة طبعًا الموضوع طبعًا شو؟ طبعا هذا نتيجته الأساسية هو خطاب الوزير باسيل، يعني ما هيك أخي جهد؟ إنه ما بعد الخطاب هذا اللي أدى إلى رده من رده. أول شيء بصراحة، وانا هون عندك بالاو تي في، انا بحز بنفسي كمواطن لبناني وكاعلامي اني انا اشوف هذا الخلاف بين التيران الوطني الحر وحركه امل، يلي خصوصا انه الثوابت والعناوين الوطنيه الرئيسيه في تفاهم حولها عند الطرفين، انا بحز بنفسي بجد يعني. فاما يعني حصل ما حصل، يعني بتمنى انا انه يكون في اطفائي مقتدر جدا يقدر يطفي هذا. ما هو الاطفاء المقتدر لحد هلا ما طلع بايده. بتمنى انه ما في شيء هون مستحيل بالسياسه، انت بتعرف يا اخي جاد اكيد بتحضرتك ما في شيء،
ما بيجوز، عم بحكيك رأيي بكل صراحة، ما بيجوز، ما بيجوز أبدا أنه يكون في هذا الخلاف مع قامة وطنية مثل الرئيس نبيه بري، ولا كمان بيجوز أنه يصير في هذا الرد أو هذا الهجوم أيضا على تيار الوطن الحر. برجع بقول لك لأنه اثنين عندهم نفس الثوابت، اثنين عندهم نفس العناوين الوطنية. هلأ الباقي اللي متخانقين عليه أو مختلفين عليه هي التفاصيل يا أستاذ جان، بس هي أما في العناوين ما بس هي التفاصيل هيدي أستاذ إبراهيم يلي عم ينقال أنه العناوين، لا ما هي مش بس التفاصيل المختلفين عليه، يعني حسب ما تبين من هالسجلات مبارح ومن كل الحكاية الوزير بسيل أنه لا في مسار تعطيلي طويل عريض عمره سنين. آخر شيء ما عم بحكي لك أنا، عم بقول لك أنه طب في خلاف انه اثنينتهم مش مع المقاومه، اثنينتهم مش ضد العدو الاسرائيلي، هذا غير موضوع، ما عم نحكي هذا اللي قصدي اقوله انا، هذا اللي قصدي اقوله. انت بتعرف انه في فرقاء مختلفين حول هذه القضايا، نعم، ولكن بين التيار الوطني الحر وحركه امل هناك تفاهم حول القضايا الرئيسيه الوطنيه، هذا اللي عم بحكي. هلا عم نحكي نحن فيما التفاصيل، قصه الخلافات وقصه الكيديات وقصه الهجوم المتبادل والاتهامات وكذا كذا. انا بيأسفني هالشيء يصير، عم بقول لك بكل صراحه، وبيأسفني مثل ما قلت لك انا اني شوف هذا الخلاف بين الرئيس ميشيل عون وبين الرئيس نبيه بري. انا لطالما ناديت من موقعي كاعلامي، بعرف بعض الافرقاء، بعض يعني الشخصيات اللي قادت تعمل هالشيء، انه يكون في قد يعني تقارب بين الرئيس نبيه بري وبين الرئيس ميشيل عون. وعلى فكرة أستاذ جاد، الرئيس نبيه بري في عنده كلمة أخيرة يعني قبل أن يحتدم هذا الخلاف، بيقول فيها أنه إذا انحلت قضية القاضي طارق البطار أنا مستعد أطلع على قدمي إلى 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 قصر بعبدة. وهلأ كمان في إشارة إيجابية من قبل الرئيس نبيه بري، منح نطلع شوي بالإيجابيات مش بس نشوف الجو القاتم الموجود، أنه إذا دعي الرئيس نبيه بري إلى طاولة حوار هو سيكون من أول الملبين إلى طاولة حوار. يعني معناتها في شيء ممكن ينشغل عليه يا أستاذ جاد. بلبنان ما في شيء اسمه مستحيل. نحن بنشوف أنه أعداء الأمس أصدقاء اليوم، والأصدقاء بيصيروا أعداء، لذلك السياسة متقلبة. بس هلأ الشيء الأمر الوحيد يمكن اللي يتغير بكل هذا المشهد السياسي هو يعني شيء واحد يلي هو الوضع المعيشي والانهيار الاقتصادي والمالي. يعني اليوم ما بيقدر التيار الوطني الحر يجي يعمل هيك مصالحة كيف ما كان انه مع الرئيس نبيه بري وخلصنا، بوقت انه في هذه الاتهامات الكبيرة التي سيقت مش بالشخصي، يعني أنا عم بالملفات. انا ما عم اقول مصالحة يعني ما مصالحة، انا عم اقول انه هيدا من ناحية التيار الوطني الحر، ويمكن حركة امل عندها بالمقابل امور يعني. إيه راسي، بس كمان في ناس بتشوف انه والله التيار الوطني الحر بده يرمي كل شيء على الباقيين وهو يطلع بريء من القصة. انا بعتقد وقد اكون مخطئ، الكل كان بالمسؤولية، والكل التيار الوطني الحر قد صار له بالحكومات، كم مرة اشترك بالحكومات، ما فينا نقول نرمي كل شيء على الآخر، بدنا نتحمل كلاتنا المسؤولية، ما بدنا نقول فلان وفلان وفلان وأنا برا. يعني اللي له بالحكم مش بالحكم، اللي له بالحكومات تحديدا مثلا بوزارة الطاقة من 2008 مثل اللي له بالحكم من 84، أكيد 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 لا، يعني 10 سنين مثل 40 أكيد لا. بس إذا نحكي نحن على وزارة الطاقة، في كذا سؤال على وزارة الطاقة، عم بحكي أنا المتداول، أنا مش عم بحكيك شو أنا براسي، عم بحكيك المتداول، الاتهامات، حكيت الست ندى عن البواخر وعن الفيول وكذا. هلأ في كلام بالقالة، أنت بتعرف حضرتك أنه البواخر اللي عملوا فيها صفقات اتهامات متبادلة رايحة جاية. مشكلتنا نحن أنه تطلق الاتهامات بعدين ما بنعرف الحقيقة. هلأ أين الحقيقة؟ ما حدا بيعرفها، وين مين مع مين، مين الصح مين الغلط ما بنعرفها، مين الصح مين الغلط ما بنعرف، بجد ما بنعرف. تطلق التهمة ضد فلان ما بنعرف بعدين شو صار، شو اخرتها، مين الصح مين الغلط. مع الاسف نحن هيك ماشيين بهالدوامه. برجع بقول لك يؤسفني جدا جدا ان ارى هذا الخلاف، يؤسفني جدا جدا انه قامه وطنيه مثل الرئيس نبيه بري انه يعني تتعرض الى ما تعرض اليه، كما يؤسفني ايضا ان يتعرض قامه وطنيه مثل الرئيس ميشيل عون الى ما يتعرض اليه. مع الاسف يا استاذ جاد، ولكن هذا الواقع مع الاسف. نعم، يا ريت طالع بالشيء اللي بتمنى والله. بظل كل هالمشهد في يعني دعوه حواريه وجهها الرئيس ميشيل عون بختام رسالته ب 27 كانون الاول 2021، مش امبارح اللي قبله، ولكن هالمره يعني حدد بنود ثلاثه، لا مركزيه الاداريه والماليه الموسعه، الاستراتيجيه الدفاعيه
وموضوع الاقتصادي والمالي من باب خطة التعافي صحيح والى اخره، كل نقطة من هالنقاط هيدا. هلا الكل قالوا انه مش الكل، لا في القوات والكتائب يمكن ما رحبوا بدعوات الحوار، بس الباقي كلهم لم يمانعوا الحوار نوعا ما. بس اول نقطة اللامركزية الادارية والمالية الموسعة اثيرت ضجة انه لا مش مالية. هاي نقطة. موضوع استراتيجية دفاعية طلع وليد جنبلاط النائب السابق قال هلا مش وقتها، ما بقى بده يحكي باستراتيجية دفاعية. ما هو مشكلة. ثالث نقطة الموضوع المالي، الرئيس مئاتي قال هذه صلاحية مجلس الوزراء. نعم. وهو أضاف بند رابع أنه موضوع العلاقات مع الدول العربية والسعودية. ممتاز. أوكي. أوكي. بعدين. يعني حنرد. باعتبار ذكرنا الرئيس نبيه بريو عم نحكي عن طاولة حوار. نعم. من ابتدع طاولة الحوار؟ بعد 2005 إيه؟ بلشت بأول جلسات كان يترأسهم الرئيس بري، يعني من الرئيس لحود. الرئيس نبيه بري هو الذي ابتدع اسمه يسمى طاولة الحوار، خلينا نعطي كل واحد حقه، ومشينا بعدين ورؤساء صاروا يعملوا. هلأ الرئيس عون طبعا بده يعمل مبادرة إلى أن نشوف هالجو المتأزم والتدهور والاختلافات البعيدة وهالصدامات البعيدة، بده يحاول يضبط فيه قد ما بيقدر. دعا إلى طاولة حوار. كما فهمت بالأمس من زوار الرئيس ميشيل عون أنه هو ماضي فيها، ولكن لن يعني يحدد يوم الدعوة قبل أن يتأكد من المدعوين، لذلك نعم. عم يكون في مندوبين ورسل هون وهون وهون تيجسوا النظر. في ناس عم تبرم تشوف. نعم تبرم نعم. وتشوف وتسأل. أكيد هذا ما فهمته من زوار الرئيس، مش انه بقيت بس دعوه بالاعلام. لا 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 لا، عم يشتغل علي الرئيس، عم يسال وعم مثل ما يقولوا جس نبض وقصه اللي تفضلت وحكيتها. طبعا هلا عم تحكي حضرتك لا مركزيه، اوكي، لكن شو بعمل طاوله حوار؟ اذا انا في خلاف بيني وبينك شو الحوار؟ نجي نبحث بطاوله الحوار، يمكن في حدا تاني غير تيار غير حركه امل مع المركزيه الاداريه والماليه. مشان هيك في طاولة الحوار معمولة مشان هالخلافات في الرأي. بالنسبة للرئيس نجيب ميقاتي، بعتقد كمان ممكن الرئيس نجيب ميقاتي في حال صارت طاولة الحوار أن يطرح البند اللي عم يحكي عنه العلاقات العربية إلى هناك، ويرجع يحكي أنه والله هيدي مسألة المالية هي من صلاحيات مجلس الوزراء، ولكن الأهم ثم الأهم أن تعقد طاولة الحوار. ألا طاولة الحوار عم تدور شوي تيشوفوا مين بده يشارك مين بده يشارك، بنهايه المطاف بس يوصل الى خلاصه سوف يعني يدعو الرئيس ميشيل عون او فسيعدل عن الدعوه اذا راى انه ما في هذا التجاوب المتوقع يعني او المنتظر من هالسايد. هلا اللبنانيين اللي اكيد ما حدا ضد الحوار، بس في كثير من اللبنانيين عم بيقولوا انه الحوار للحوار ما بقى بدنا اياه. نعم حوار يعني يمكن تفائلوا لما شافوا الرئيس عون حدد نقاط ثلاثة انه مش رح نحكي تنحكي في نقاط ثلاثة، يا منتفق يا منختلف. نعم شو الضمان انه تفضل نعم. يطلع اوكي انا مختلف، تفضل اطلع وناقش وحاور بعدين. ضرورة يعني طولت الحوار اليوم ضرورة اكثر من اي يوم مضى، حتى لو انه والله حوار ما الحوار. انا بعتقد انه مجرد انعقاد طاولة الحوار الان حنشوف شو بصير بالدولار كمان، هذه ما بتأثر على معيشة الناس. مجرد انعقاد قيادات اللبنانية يرجعوا يلتفوا حول بعضهم ويلتقوا فوق، ما بتأثر على الوضع اللبناني على الساحة الداخلية؟ أكيد بتأثر. لذلك طاولة الحوار أكثر من ضرورة في الوقت الحاضر، وأنا بتمنى من الكل أنه يشارك فيها. ولو كنت أنت مختلف مع الرئيس ميشيل عون تفضل شارك فيها واعطي رأيك وناقش رأيك مع الرئيس ميشيل عون وغير الرئيس ميشيل عون من الحاضرين. برأيك وين موقع القوى غير الممثلة حاليا بمجلس النواب ممكن يكون بالنسبة لهيك حوار؟ يعني لأن دائما بينحكى أنه صار في ثورة وصار في تغيير شعبي، وحتى وصلنا لمراحل ينقال أنه كل السياسيين ما بقى يمثلوا حدا، في صار أطراف جديدة. آخر شيء هلأ اليوم في طاولة حوار، شو موقع هالأفريقاء هالأطراف هودي كلهم اللي برات القوى الممثلة بالمجلس؟ هلأ طاولة الحوار معمولة للقيادات اللبنانية موجودة الآن بالوقت الحاضر والفاعلة. نعم. أسن الثوار ما تم تمثيلهم بشكل رسمي بالانتخابات النيابية اللي هني منتظرينها. نعم. بس على ذكر الثورة، على يمكن كلامي حيزعج الكثير إذا مجي هيك نحن منفكر بهذه الثورة. نحن كلنا كنا مع كل المطالب اللي طالبت فيها الثورة، طبعا في نداءات وتوجهات للثورة ما كنا معها على الإطلاق. بس إذا مجي منفكر يا أستاذ جاد أنه هذه الثورة شو جنينا منها؟ نحن جنينا منها قبل كل شيء تكسير
المصارف. يعني شوف يعني هيدي شغلة ما بعرف إلى أي مدى مدروسة ومتقنة. بذكر على سبيل المثال للحصر أخي جاد، أول مصرف احترق في طرابلس بشارع المصارف، حطوه لايف على الشاشات، دل نص ساعة ثلاثة أرباع الساعة الحريق مشتعل، ما حدا إجا طفاه. غريبة هالقصة، غريبة بالفعل. يعني بشارع المصارف جنب مكتب للرئيس مئاتي هونيكي. بعدين تكسرت كل المصارف، انضربت كل المصارف. بعدين بتتذكر نحن المعارك اللي تصير الكر والفر بساعة، شو جنينا نحن شو جنينا من هالثورة؟ تسكير طرقات، اقفال طرقات، الى ما هنالك. اذا بنيجي بنفكر بالثورة، عطوا يلي بدهم يعملوا ثورة، كان اكيد في ناس عندهم هذا الشعور الصافي النقي، ولكن هناك من خرب عليهم هذا الشعور، لانه تحولت الثورة الى شخب. بالفعل ما عدنا نشوف منها الا الشغب. بتمر هلا، انا كنت جاي من طرابلس ومريت على وسط بيروت، اكيد عم تمر حضرتك، بتشوف وسط بيروت، هذا الوسط اللي كان يضج بالناس والحيويه والناس، يلي انكسر محلاته مكسره، يلي انضربت محلاته يعني ضرب المحلات، تكسير المحلات، شو هذا؟ شو ابعاده؟ شو يعني هذه الثوره؟ انا مش عم بتهم، انا فرقت كثير وميزت بين الانقياء الاصفياء او الصفوه منهم وبين اللي عم نعمله الشغب. ولكن هذه الثوره اذا مطلع فيها ما كانت يعني ايجابيه بالنسبه لنا، بل كانت انعكاساتها كثير سلبيه علينا مع الاسف. والدليل انه غريب ما عدنا نشوف هلا ثوره، ما عدنا نشوف صور، والحمد لله. بعد بيقول لو ما صارت هالثوره ما كان صار هالقد انهيار، يعني كان صار ولا بصوره ابطا. شو عم نحكي؟ بعدين اذا بنتذكر كمان الثوره وقت اللي بلشت كانت دولار 1500، ما هيك اخي جاد؟ بعدين ما بعرف قديش، وبعدين ما بعرف قديش. مشان هيك عم بقول لك انه انا بالنسبه لي صوره الثوره كصوره هيك مزعجه، ولكن الثوار الشرفاء الصادقين هدول يا حرام بعتقد تشوه الوضع تاعهم. مشان هيك انا عم اقول وقد اكون اكيد مخطئ 100% انه لن نرى هذا التغيير المنتظر في الانتخابات المقبلة. كمان بدي أقول لك أنه والله كمان شوفوا الثورة شو عملت لنا، تخريب وخراب وشغب وحرق وضرب وتكسير وكذا. فخلينا يا عمي باللي موجود أحسن لما نجي على جديد. عم بعطيك أنا هيك وجهة نظري. نعم. يعني بس هو استاذ ابراهيم هلا ننقل على موضوع الانتخابات ونختم الحلقه بموضوع الانتخابات. يعني انطلاقا من موضوع الثوره، هلا اللبنانيين قاعدين ناطرين انه نحن كانون الثاني شباط اذار نيسان، بعد في 4 شهور و15 يوم تقريبا و10 ايام للانتخابات النيابيه ب 15 ايار. اوكي، الاحزاب معروفين مين مرشحينها، الثوره مين مرشحينها بعد مش واضحه، واضحه الامور. لبل صار في يعني حتى ابناء واحفاد واركان من الطبقه التقليديه صاروا هن عم بيقولوا نحن الثوره ونحن المجتمع المدني. ما هدول طبعا يعني ما بعتقد انه سيكون لهم مثل الدور الفاعل بهالقصة، يعني على الساحه الانتخابيه. مين الثوار ولا الابناء والاحفاد؟ لا، عم بحكي على الابناء والاحفاد. اذا هن زيتون ما يعني ما حيكون لهم هذا الدور الفاعل بل المؤثر. ولكن بالنسبه للثوار، كمان من اخطاء الثوار انه ما شفنا هالقيادات في الثوره الا 2-3 لا اكثر ولا اقل. يعني ما شفنا هالقيادات اللي هي كمان تجذبك انت لا اكثر واكثر. ما شفنا هني، ما توحدوا وكانوا مبعثرين، كانوا مشتتين، وان شاء الله بالانتخابات يبلشوا يعني من هلا يضبوا حالهم حتى يطلعوا بصوره تتقبل الناس وتروح لهم وتدلي باصواتها الى مصلحتهم. حتى الان مش موجود هالشيء استجد موجود الموجود الان موجود من الموجود يلي بده موجود يترشح. الموجود موجود بعض القوى السياسيه اللي عم تقول انه نحن الثوره. مثلا القوات اللبنانيه بتقول، الدكتور جعجع بيقول انه اذا انتصرت القوات يعني انتصرت الثوره. اسمح لنا فيها. ليش؟ هقول لك ليش. هو مشان ايش بيقول الثوره؟ انه ليش بيقول الثوره؟ الثوره مش انه على النظام الفاسد المنظومه وكذا. هو بيعتبر حاله مش منه. مش عظيم، ممتاز. لا، انا حقول لك انه هو منه. في حوار تلفزيوني للرئيس سعد الحريري في محطه ام تي في اذا ماني غلطان مع الزميل مارسيل غانم، كان هو وقت اول حديث له بعد غياب او بعد شيء او وقت الترشيح، ما بتذكر بالضبط المناسبه، بس كان في له غياب.
بيقول فيها بالحرف الواحد انه انا وجدت بالاتفاق بين التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية. انا هون اعني القوات اللبنانية استاذ جاد. التيار الوطني الحر بيقول انا دائما في عندي في تسوية بيني وبين الرئيس، يعني بيحكي فيها بيقر فيها التيار الوطني الحر. بينما بيقول الرئيس سعد الحريري انا وجدت اتفاق بين التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية انه انتم بتاخذوا هالقد وانا باخذ هالقد، في حصص بيناتهم متبادلة. تذكر ولا ما لا تذكر ذلك؟ انه رئيس الحريري قال هيك. ايه رئيس الحريري قال انا اتفاق العرب بيحكي عن المشاركة بالحصص وما حصص الى ما هنالك. ولا طالما من تأليف الحكومات تجي تطلب القوات اكثر مما هي يعطى لها، والدليل أنها هي مشاركة في المنظومة ومسؤولة باعتبار هي عم تتهم المنظومة، هي داخلة في هذه المنظومة التي تتهمها بالويل والسبور وعظائم الأمور. مشان هيك عم أقول لك أنا هذا كلام الرئيس الحريري، طبعا مش كلامي أنا، يعني هو عم يقول أنه كان بده حساس أنه أنتم بتاخذوا نص أنا بأخذ نص، مدري أنتم تلتين تلت، لا أذكر كلامه بالضبط، بس هو فوجئ الرئيس سعد الحريري بهذا الاتفاق بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. هلا اذا بدنا نحكي كمان بهذا المنطق استاذ ابراهيم، ما بالاخر اليوم يمكن التحالف الاول المعلن على الساحه اللبنانيه هو بين القوات اللبنانيه والحزب الاشتراكي، فكيف بتكون ثوره اذا لك ماني شايفه واضح كثير هذا الاتفاق، بس انه ماني شايفه واضح. بعدين حتى حزب التقدم الاشتراكي، يعني برايك انت انه القاعده تحت الحزب التقدم الاشتراكي كمان ما تزت برايك انت؟ حضرت يعني اكيد في اهتزاز، لكن الكل عنده اهتزاز، مشان هيك الانتخابات اللي جايه انتخابات مفصليه، ولكن بالنتيجه يعني يلي بيحط ايده بصندوق الاقتراع ما بيشغل عقله، ما بيشغل بيشغل غريزته وجابته، بيشغل غريزته وجابته، بقصد بالغريزه الغريزه الطائفيه وبالجيبه شيء اللي حيندفع بالانتخابات المقبله. واضحه كلامي؟ بس بين الغريزه والجيبه مين بيتصل؟ لا عم بحكي، ما دول بتكون تناسوا مع بعضهم بيمشوا، اثنيناتهم سيئين يا استاذ جاد، يعني اثنيناتهم سيئين بالنتيجه يعني. فمشان هيك يا ريت نتمنى كل سنه بنقولها انه يا عمي شغل عقلك وانتخب، شوف مين بدك، مين شفته منيح، كيف أدائه منيح، مين اللي برأيك بمسلك مزبوط. بس ما تشغل انه والله، يعني انا في شغلي دائما برويها، معلش ارجع ارويها يمكن للمره العاشره استرجعت. انا ساكن ببنايه بكراكول الدروز، في جار صديق لنا كل موسم انتخابات بيعمل الى زعيم معين بيعمل له يا حفله غدا يا حفله عشاء، نعم، وبدعينا نحن جيرانه نطلع. بعد 3-4 اشهر من الانتخابات بشوفه، شو يا جار بينزل فيه مسبيت الى اول ما الى اخر، لك يا جار ما انت شو اسمه عملت له حفله، قال لي يا اخي ليش بالطائفه ما في غيره، شو بدنا نعمل يا اخي، هذا الطائفه ما في غيره، انتبه بالطائفة ما في غيره. مشان هيك عم قلك انه الواحد بده يشغل غريزته بده يشغل جيبته ما بيمشي الحال، يعني مع الاسف يعني بدنا نشغل عقلنا بالانتخابات، ونادرا ما شغلنا عقلنا بالانتخابات مع الاسف والله. ان شاء الله هالمره الجو ان شاء الله بيتغير. شكرا لك استاذ ابراهيم عواد، واهلا وسهلا فيك دائما بالاو تي في. تسلم. مشاهدينا هم نوصل لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا للمتابعه والى اللقاء. We'll be right back.